تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة هروب جمل من صاحبه على طريق سريع بالسعودية، وأظهر المقطع الجمل السائب وهو يجري بين السيارات في طريق خريس بالرياض، وكان الجمل يجري في عكس الاتجاه ما سبب إرباكاً في حركة المرور. حوار ضايع طريق خريس، يا الله شلون هذا جاء؟ شلون هذا جاء؟ لا شلون؟ بعد حفلها بالرياض التنمر يلاحق أصالة، كما لاحق هيفاء وهبي بعد ظهورها بملامح غير مألوفة. تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة أصالة نصري خلال استعدادها لإحياء حفل غنائي يوم السبت في مدينة الرياض بالسعودية، وتعرضت أصالة لانتقادات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البعض على تغيير ملامحها، وبعضهم الآخر قارن بموقف مماثل تعرضت له الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض. أيضا ميسي ينظف الأرض بقميص المكسيك، وورطة للنجم الأرجنتين وملاكم يتوعده بالضرب المبرح في مشهد أثار عاصفة غضب الجمهور المكسيكي بسبب قميص المكسيك المرمي على الأرض تحت أرجل ميسي في غرفة تبديل الملابس أثناء احتفالات لاعبي الأرجنتين بفوزهم. ومن بين الغاضبين بطل العالم في الملاكمة المكسيكي كانييلو ألفاريز، حيث نشر تغريدة على حسابه في تويتر يهدد فيها ميسي، كتب فيها: يجب أن يصلي لكي لا أجده. اللاعب الأرجنتيني لم يعلق بعد على الواقعة، لكن مشجعيه دافعوا عنه مؤكدين أن ميسي لم ينتبه للقميص وكان متحمسا بالاحتفال. كان هذا كل شيء لليوم، إلى اللقاء.